ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مع قرب مباراة المغرب وإسبانيا، يعاني الجمهور المغربي بالدوحة من أزمة ندرة تذاكر المباراة، وهو ما خلف سخط المغاربة الراغبين في مساندة الأسود. وفي هذا الصدد قام بعض المشجعين المغاربة بالتهجم على لاعب المنتخب الوطني وأيضا على الإطار الوطني وليد الركراكي، مطالبينه بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلات ندرة التذاكر، في حين استنكر النشطاء هذا الفعل المجانب للصواب، معتبرين أن ما قامت به بعض الجماهير سيشتت تركيز لاعب المنتخب المغربي قبل المقابلة المصيرية ضد إسبانيا. وليد الوراق والقول لنا الوراق الدراري وليد ولا بوليفيه وليد ولا بوليفيه وفوزي وفوزي راه عيبت شي وفوزي عيبت شي اللي طرا لينا هنايا دوي وغوت والحاج وابرو هادشي راه عيبت شي القطره اللي هنا اخويا عيبت شي وحنا ما عندناش شي كنسحب علاش باغي نشريو مع الدنيا عطينا دقيقه الارضيه مشكل اليوم بوليس يجيبوا مصاري علاش ما نبقاوش علاش تشكونك انت عصبك شكونك انت سيبتك عايش انت هنا اصلا سيبتو عايش هو هنا بادر بادر علاش يا شباب عندنا مشكل معاهم احنا ما بغيت نصور طلعوا لنا برا لا عندنا مشكل معاهم